ولمزيد من النقاش حول أزمة الكهرباء في العراق والفشل الحكومي الممزوج بالفساد في حل الأزمة، معنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. أهلا بكم. أزمة الكهرباء في العراق ليست وليدة اللحظة أو اليوم، لكنها أزمة مزمنة حسب المراقبين. ماذا يحتاج العراق حتى يتغلب على هذه الأزمة؟ مساء الخير عليكم مرة ثانية، شكرا جزيلا على الاستضافة. اللي يحتاج العراق هو نظام نزيه، نظام سياسي من رحم الشعب، نظام يدير البلد بطريقة يحقق بها مصالح الشعب. هذا هو اللي يحتاجه العراق، أو نظام كفوء، نظام ليس نظام محاصصة ولا نظام عمالة ولا نظام ميليشيات. ري البلد كله صار للأجنبي الخارج وللميليشيات ولولاية الفقيه. هذا هو اللي الحقيقة جينينا خلال السنوات ال 17 الأخيرة، منذ عام 2006 لحد الآن 14 سنة بتقديرات الحكومة نفسها ومجلس النواب، أنه العراق صرف ما يقارب 62 مليار دولار، كلها معظمها راحت للفساد. وهذا حال الكهرباء بالوقت الحاضر، يعني إذا حسبناها قسمناها سنويا العراق يصرف 4.5 مليار دولار فقط على تمشية أمور الشبكة والشبكات وال المحطات، وايضا يستورد كهرباء من ايران، ويستورد الغاز لتوليد الكهرباء في بعض المحطات. يعني دكتور، المشكله ليست في عدد المحطات المشكله ليست في عدد محطات توليد الكهرباء او في تكلفه انشائها، المشكله في الاداره السياسيه والاداره الماليه للموضوع. وكأن هناك تعمد، افهم من حديثك، لافتعال هذه الأزمة أو استمرارية هذه الأزمة على المدى البعيد. هو الكهرباء قضية، مشكلة الكهرباء أصبحت مشكلة اقتصادية، فنية، سياسية، اجتماعية، حتى نفسية نقدر نقول، لأنه تراكمات السنوات الماضية تترك أثر كبير جدا على المجتمع العراقي، على النسيج الاجتماعي، على وضعه، على سير حياته. احنا نشوف الصيف تصل درجات الحراره الى اعلى درجات في العالم، في الكره الارضيه، يعني تصل احيانا الى 60 درجه مئويه في الظل 53 55 درجه مئويه، هذه لا يتحملها البشر، نص درجه الغليان. لذلك فقدان هذه الطاقه معناها انه الوضع ماساوي يكون، ناهيك عن انه لا مصانع تشغل ولا قطاع خاص يشغل ولا ماكنة نشوف إنتاجية الآن لتستثمر بطريقة جيدة، لا تشغيل يد عاملة في محطات توليد كهرباء وفي شبكة وصيانة وجني الرسوم الكهرباء. لذلك عملية فوضى حقيقية المقصود منها هو إرباك المجتمع، تأخير المجتمع، إبقاء المجتمع إلى مجتمع مستهلك لا منتج. وهذه هي اللعبة السياسية بين اطراف الصراع اللعبة السياسية والدولي. دكتور، لذلك تفضل. بارك الله فيك دكتور. على ذكر اللعبة السياسية، لانه الوقت ضيق لدينا، هل كان العراق في حاجة لصرف مليارات عديدة، من بينها مثلا 3 مليارات دولار على استيراد الكهرباء من ايران خلال 4 اعوام فقط؟ نحن نتكلم عن مبالغ كبيرة جدا. أم كان بإمكانه أن يقوم باستثمارها في البنية التحتية وإنشاء محطات وبالتالي يحل الأزمة؟ أحسب لك إياها أنا باختصار شديد. يعني محطة توليد كهربائية طاقتها 1300 ميجا وات تكلف تقريبا 1.5 مليار، يعني إذا حسبناها لكل ميجا وات 1 مليون دولار تقريبا بمختلف، طبعا اذا استبعدنا قضيه الوقود، نوع الوقود، لكن هذا في الحاله هذه وقود نظيف غير مضر بالبيئه، نظيف بمعنى الكلمه. واحنا عندنا وقود، عندنا يعني عندنا ممكن غاز نستخدم نستفيد من الغاز، وقود يعني ديزل او اي انواع من الوقود، وهذه محطات توليد بخاريه يعني نظيفه. الحقيقه هذه اذا سوينا 20 محطه احسبها انت، اذا 1.5 مليار يعني يصير 30 مليار دولار احنا نغطي كل حاجه الكهرباء، او بالامكان ايضا هذه تشغيل
ما يقارب بين 3000 إلى 5000 لكل محطة تشغيل يد عاملة. فأحسب أنت هذه عشرات الآلاف من الشباب يشتغلون في هذه المحطات. المحطات هذه إذا صغيرة قلنا يعني، أما إذا محطات كبيرة طبعا العملية سهلة جدا، توزع من زاخو إلى الفاو محطات توليد طاقة، والفائض منها ممكن تصديره مثل ما قال الشهر الثاني في 2013. طبعا الفساد ما حسب حسابه. وناهيك ايضا عن قضيه جوهريه جدا بالموضوع، هي انه احنا مو فقط نوفر هذه، نوفر ايضا حمايه للبيئه بدل ما هذه المولدات الصغيره اللي الان منتشره في كل الاحياء السكنيه. كل هذا على ما يبدو وتمت مثل ما يقولون يعني تولد هذا الضجيج اللي موجود، زائد العطلات زائد الاستيراد، وهي كل هاي المحطات ايضا كلفه على الشعب وكلفه على الدوله. فاذا احنا استبعدنا هاي المحطات الصغيره وجبنا محطات كافيه تغطي كل مساحه العراق نوفر الطاقه الكافيه. شكرا لك دكتور حامد الصراف، الكاتب أو الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من العراق.